عند دخولك إلى الـ UMS عليك أولاً كتابة الرقم الجامعي الخاص بك، الـ ID وليس البريد، ثم كلمة السر. في حال كتابة كلمة السر الخاطئة، سيطلب منك كتابة كلمة السر الصحيحة مرة أخرى. بعد أكثر من 4 محاولات خاطئة، اكتب كلمة السر للمرة الخامسة. وفي حال كانت خاطئة، سيتم حظرك لمدة 30 ثانية. بعدها، اكتب كلمة السر للمرة السادسة. فإذا كانت خاطئة، سيبلغك البرنامج بحظر حسابك نهائياً بعد 4 محاولات متتالية. كما عليك التأكيد بأنك لست روبوت عبر الضغط على خانة أنا لست روبوتاً. ستفتح نافذة اختبار لتطلب منك تحديد صور معينة. في حالتنا، طلب البرنامج منا تحديد الصور التي تحتوي على سيارات أجرة. بعد الانتهاء، اضغط على Verify. سيسمح لك البرنامج بكتابة كلمة السر للمرة السابعة. بعد كتابتها، اضغط على Login. إذا كانت كلمة السر صحيحة، ستتمكن من الدخول إلى حسابك. شكراً لك.